دق الحساب بصباح قام خويا في بوشوشه فرخ صغير 18 سنه يلقى روحه كله دم يديه بالدم ريوله مقطع شبيني شنعمل شنيه البلاصه هذيا قالوا له معلم قاتل امك انت البارح شنو قاتل امك ب 100 دغر وش قصص من الخيال شبيه ما في بالوش سرانج زريقه العرابش المصة الكارثة يا سيد الرئيس الخطر الدائم هذا مش الداهم هذا اللي قاعد ينخر في الشباب متاعك ناس تزرق في عقاقر مش باش نحكي ولا دول اعصاب خطر هذاك مرضى في الرازي او بحذايا في منوبه لهنا مرضى في الرازي ما عندهمش دواء اعصاب ولا حامل لابس كاسكيت سيرجيو تاكيني وماريو لينتر وشلاكا وكلاستا ديداس عنده الدواء ما يبيعش فيه للمريض بالاعصاب يبيع فيه للعاقل كيف مخه باش يدخل ويخرج في الحله ويعمل جريمه يقوم سبيح ما في باله بحد شيء لي زوردونونس شكون يعطي فيهم يا سيد الرئيس يا وزير الصحة يا فرقة مقاومة مخدرات أخطر حاجة هي خطر يوما ما ما عادش باش تلقاو حتى جندي يهز سلاح الكل قرمش وتزرق وغيبة عن الوعي ولا واحد يتكلم ولا واحد يمشي يشوف ولا لي زوردونونس منين تخرج الدواء ياخذوا فيه من الفارماسي فارماسي ما تعطيه كان بالأوردونونس دونك فما ترافيك فما فساد هذا الموضوع اللي لازم يتحل حالا حبس الكرة الأرضية حبسها وقفها أجل الانتخابات لست سنين قدام نظف الحاجة هذه شنو يقواو عليكم طرف لحامة وطرف واحد راهم على بالهمش راهم على بالهمش الصغير يجي قداش عمره في المكاتب ولا تنابر تحط في لسان ادخلوا شوفوا اكستا عقاقرة مش دواء الإكستا للمفرخ اللي في باله إكستا دواء ماهيش دواء عقار صنعوه عباد شيميست عباد كيميائيين عملوا لك مواد كيميائية تدخل في بدنك توصلك المراحل اللطف زريق عباد تزرق زريقة تدور على خمسة من الناس وين تحبنا نوصلوا معناتها وين تحب مثلا الباهي عنا محليهم وليدات قراية وجاب 19 وجاب 21 في البار مرام قلة قليلة الشباب الكل مش قاعد يقرأ قلة قليلة قاعدة تاكل والقلة الأخرى اللي باش نستحقوهم بعد في اليد العاملة باش نلقاها الصنعة البلومبي والميكانيسيا والنجار وما عادش تلقاه ما عادش تلقاه اذا كان الحربوشه ب 5000 و3000 فرنك تنسيه في وضع هو مسكن روحه في حياته على خاطر ما لقاش بلاصه بين ينشط ما عندناش حتى في بلاصه في تونس راه فيها نشاط راه حتى تمشي لدار ثقافه ولا دار واحد ولا دار شباب راه يمرجك باش تدخل تنشط راه دويات موجوده اي شكون يتصدى لهم هذوك راهو كارثه اللي تصير راهو بالرسمي حبس الكره الارضيه وقفها الكره الارضيه وقفها حبسها تونس تحبس تونس حتى روم تري سكولير ما نعملوهاش لازم تتنظف شنو هي واحد عنده اوردونونس يمشي ياخذ دواء بما قيمته 700 800 دينار كل جمعه ولا كل 15 يوم ياخذ الدواء هذا يبيعه ب 7 8 ملايين قداش من حريف منهم 4 5 باش يعملوا له كوارث هذوما با ابار الاخرين اللي عاملين كوارث ما نشرقين به ماهيش قتل ارواح لكن عاملين كوارث البركه جات راه فماش واحد يصدم هكاك راه فيه هذا يرد بالك هزين الحديد لو حد ما يهز الحديد هو صح معناته انت تعرف اللي تو انا واحد ظهري ياكل فيا وانا نحك في خشب ايش بينا نعيش اوكي تحبوا نكذبوا على بعضنا راهو الشيء اللي قاعد يصير في تونس راهو كارثه وراهو خطر دائم مش داهم دائم منين الدور تلقى الدواء قاعد يدور الصغار حتى الزطله ولا الديمودي عندهم العباد الكبار وسط الكبار دواء الاعصاب المريض ما عندوش دواء اعصاب يزيد يهمل يزيد يدخل بعضه حالته تتعكر وما عادش فيه دواء علاش على خاطر الدواء نتاعو ما فماش فما ناس قدام الرازي انا ولد الرازي ونعرف يستناو العباد اللي تجي تاخذ دواء من الرازي يفكوا له شكاره الدواء نتاعو يزيد يهبلوه تلقاه طفل بعض يشدوا الاعصاب بينحي حوايج ويقعد في الكياس عريان وما يتلفت له حد يمين تحبوا تهزوه يا معلم بدي راه ما عادش تلقى شباب وقت اخر باش تلقى جثث باش تلقى دي زومبي انسان يغزر لك لكنه مغيب تلقى عينيه هكا محلوله كيل فنار تاع الجولف وعامل هكايا وفي مخه كان القتل والشر راهم ما يخافوش راه شفت كي ياخذ هذيك الزريقه ولا يحربش راه ما عادش يخاف وما عادش يقدر هي شنو هي اللي فيه نتاع الدواء فما حاجه في ضمير اي انسان ولا في راسه يقول له ستوب سي بون ما تقدم سي بون هذاك بوك هذيك امك قدر احترم الدواء يكسروا الفرضاوي هذاك اللي في الراس واللي عندك اي حاجه بابا انا ما عادش يعرفوا بو يرى فيه وحش هكا حاجات تريبيت تدخل له في راسه ويبدا يرى فيه كاينه شيطان وكاينه وحش ويحب يقضي عليه وكل مونغا وكل كوبيكات وكل الجو هذاك اللي تدخل في المخ يرحم والديكم شوفوا لنا حل حد ما تكلم على الحكايه هذه لا وزير صحه لا وزير عدل لا وزير مش عارف لا رئيس جمهوريه لا فرقه مقاومه مخدرات يا صاحبي لحام يظهر ساعة من وجهه يظهر باكتيان ولا والسروال سير بطمو ابيض وتسعات شلاكة وكاسكيت هذيك بتاع سيرجيو تاكيني معروف الناس كلها كالمعاوجة حكاية ماريو لينتر ولا ماريو الارجنتين يظهر اللحاة تشنية انا نحكي ويجي لي غير يقوله حلبوجة يا خذ ربي بقى عليك الستر ساعتي ربي بقى عليك شين يا ربي بقى عليك الستر ربي بقى الستر على هكا الحكاية هذه راك انت ما تراش روحك راه شفت فم عبيد محليهم انا نعرف فم عبيد محليهم شفت في وجوههم سوى ولاد سوى بنات مش تاع ولاد بركرة شفت في الزين قمرة 6 7 شهور بك الزريق
كل تشوف منظره كيفاش يخيب يتطبق فمه يطيح يولي يعمل هكا يدرك كيفاش الزحة تقول عليه ابشع من الانتحار للدرجه هذه الخاصه احنا ما تقفش الدوله تقول لك سيبو حبس حاله طوارئ اكثر من الرهاب اكثر من الرهاب هذا يا اخوي برسمكم بارتاجيو يرحم والديكم برسمكم بارتاجيو خلي توصل لاي مقصوف فيه سلام عليكم.